كانش ينفع ان انت تجيب نجم عنده 30 او 40 سنه تحطه في مدرسه. لا بصراحه كابتن ميدو كان من اول اختياراتنا الصراحه. مرحبا بيك في البدايه يا استاذ رؤوف، ومبسوطين ان احنا معاكم النهارده. وفي البدايه عايزك تكلمني عن التعاون مع بالم هيلز، كان عامل ازاي؟ والله انا مبسوط جدا ان انتم معانا. بالم هيلز الصراحه احب اشكرهم جدا، اللي هو من اول ما اقترحت عليهم الفكره امنوا بيها جدا، مع انهم عندهم دوره ثانيه بس امنوا جدا باللعبه بالقوانين الجديده بالفكره الجديده، وبجد بقدم لهم الشكر اللي هم فعلا امنوا بالفكره من ساعتها. يعني ما كانش في باك اند فورس في القصه، ايه ده دي حلوه جدا يلا نعملها على طول. فبس ايه اللي ممكن يتم الفتره اللي جايه، والموضوع ممكن يكبر ازاي؟ والله احنا القصه كلها اللي احنا عملنا اللعبه دي مع كابتن ميدو، وطلعنا بالفكره اللي نعمل لعبه كوره بس بقوانين جديده، وان شاء الله هنكملها اللي احنا عايزين نعملها بعد كده على مستوى الجمهوريه، وهتبقى دوره رمضانيه، وهتعمل مره في الصيف، وبعد كده هنعملها على دوره على المدارس، وهنعملها على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. طيب بالنسبه لميدو بقى، انت اتكلمت على ميدو، كان يعني كان هو الاختيار الاول بالنسبه لك في فيلم الحريفه، ولا كان في اختيارات ثانيه؟ وهل ممكن نشوف تعاونات زي كده تانية قدامه ولا لا؟ احنا دخلنا القصة التمثيل، ها مالناش دعوه بالبطولة. لا بصراحة كابتن ميدو كان من اول اختياراتنا الصراحة، ويعني من اول ما كلمت مع استاذ طارق الجنان على فكرة احنا الاثنين رحبنا بيها، مش عارف انا لو طلعت بيها ولا استاذ طارق طلع بيها، بس يعني كل الاختيارات بتاعت الفيلم عامة كلها كانت معمولة بطريقة حلوة جدا، لان انا وطارق واياد وبندو كنا دايما بنقعد نتكلم في الكاست ومين اللي شبه الكاست ومين اللي يقدر يقدم لنا حاجة للحريفة. فمن اول ما اقترحنا كابتن ميدو احنا الأربعة وافقنا عليه على طول، والحمد لله كان قدم مسؤولية وعمل دور حلو جداً.